كل أئمتنا غرباء، لكن ليش الإمام الرضا غريب الغرباء؟ إما الغربة تكون لبعد جغرافي، وبالفعل يعني أبعد إمام عن مسقط رأسه عن مدينته هو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. هذا معنى من معاني الغربة. في معنى آخر، في نهج للأئمة عليهم السلام كان واضحا لدى الناس. غربة الإمام وين؟ شوف المأمون ذكي جدا وخبيث، أراد أن يضرب الخط، خط الأئمة، أنه أنتوا اللي عم تحكوا ما بدكم سلطة، هاي جبت لكم إمامكم وليا للعهد. ولذا الإمام رفض لما اجى الرسول إلى المدينة، قال ما بدي، قال أمرني إن لم ترضى أن أضرب عنقك. شو أضرب؟ قال أما هذه لا، ما بمكنك من نفسي. ما مكن المأمون من أن يأخذ من الإمام تنازلا في الانخراط بالسلطة ولو على مستوى نيابة الرئاسة. إلى الآن تجد المؤرخين يظلمون الإمام، إنه قبل، لا ما قبل، لا كيف قبل، إذا كان عنده طموح للسلطة، إذا كان كذا، إذا هنا غربة الإمام سلام الله. هذه غربة، هذه غربة حقيقية إلى الآن يعاني منها الإمام. كل أئمتنا غرباء، لكن ليش الإمام الرضا غريب الغرباء؟